أعلنت وزارة الحج والعمرة تمكين وأداء 10 ملايين معتمر للعمرة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة. تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية التي تحقق أمن وأمان وصحة الإنسان. وصول الطاقة الاستيعابية الحالية إلى 70,000 معتمر يومياً موزعين على 8 فترات تشغيلية. إصدار تصاريح العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيق توكلنا المتكامل تقنياً مع منصة اعتمرنا أفراد واعتمرنا أعمال.